أصعب ماتش نزلته وكنت شايل هم وانت في الملعب تطلع تبص في عينين مانويل جوزيه؟ اي ماتش بنبقى وحشين فيه سواء طالعه كسبانه او خسرانه. اللي انت فاكره ايه؟ انا فاكر انا دايما اما باجي ادي امثله انا بحب دايما ادي مثال بمباراة اتحاد السكندري كنا بنلعب الاتحاد وكسبانين ستة. المحاضرة كابتن هاني احنا طبعا بقى ايه يعني عاملين جيم كويس فعايزين بقى نسمع كلام كويس يعني هو الراجل طبعا كان بينتقدنا جامد لو احنا وحشين طبعا حقه فكنا عايزين مستنيين نسمع الكلام الحلو بقى وبتاع احنا اتفاجئنا ان الراجل دايس فينا قوي انتقدكم برضه عن كل ماتش علشان احنا بعد ما جبنا الست جون ابتدينا شايف ان في ناس ابتدت قاعده تريح مريحه يعني ابتدى في كعوب ابتدت ما اعرفش هو ما يحبش الكلام ده خالص ودخل مثلا ربع ساعه تلت ساعه فضل يقول لك انتوا كده لا بتحترموا نفسكم كلعيبه ولا بتحترموا جمهوركم ولا بتحترموا الفرقه الثانيه ولا بتحترموا جمهور الفرقه الثانيه الكوره مش كده ولا الكوره كانت عمرها كده الكوره دي طول ما انت قادر تلعب وتجيب اجوان تلعب وتجيب اجوان الاستعراض ده مش هينفع آخر لحظة. يعني المره دي ماتش كرمنا وبنروح للجون كتير وبنجيب اجوان في ماتشات مش هنلاقي فرصه لا دي ثقافه لعيب جوه الملعب واحنا متعودين على كده انت شفت مثلا برشلونه والبايرن الثقافه بتاعت اللعيبه ان انا ممكن اجيب اثنين انت لما بتلاقي الماتش سهل شويه 4-5 ممكن تهدى شويه هو كان مانويل جوزيه دي حاجه ما يحبهاش يقول لك لو قادر خالص. تكسب 6-7-8 اكسب خالص فبس دي ثقافه لعيبه شويه يعني انت بتحسها جوه الملعب انا شوية. اقول لك على حاجه يمكن احنا مثلا من ضمن يعني الماتشات انا فاكر الماتشات اللي كانت تعتبر شايفها سهله في الملعب وانت بتلعب فريق كبير جدا زي الترجي احنا مره كنا بنلعب الترجي كنا كسبانين 2-0 كابتن هاني والماتش ماشي في سكه واحده هجوم وانفرادات قاعده عماله تضيع وحاجات انا يعني مش متخيل حتى ان انا في الماتش بلعب الترجي وحاسس ان الدنيا سهله كده يعني فاهم حاسس الدنيا سهله ورايحين للجون وهنجيب وهنجيب بدانا فضلنا عمالين نضيع 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 بعد كده كورنر اتعمل مش عارف هوبا هوبا 2-1 خلص الماتش 2-1 رحنا هناك خسرنا 1-0 خرجنا يعني انت لو استغليت الموقف وتجيب 3 4 جيب ثالث ورابع وبتاع يعني انا بمثلك بماتش مع فرقه كبيره جدا طبعا انما الكره مخلصه يا كابتن ما فيهاش كبير وصغير حتى الصغير اللي انت هتستسهل معاه وتفتكر ان انت انا لو ما جبتش دلوقتي هجيب الطلعه الجايه حصل اصل احنا يعني عدى عليك احنا عدى علينا عليكم. كل حاجه وساعات جه اوقات كان الواحد دماغه بتشت بعيد نفتكر برضو الكلام دوت وكده يعني ما ونقول لا الماتش شكله لا ده اللي جاي هنجيب جون ده اللي جاي وتتفاجئ بعد كده انت هوبا